الحديث عن آخر الاستعدادات والتطورات على مستوى الملاعب وغيرها من البنى التحتية الخاصة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. اختبارين حقيقيين للجنة العليا للمشاريع والأرث في الفترة الماضية وفي فترة قصيرة جدا ورا بعض ورا بعض، يعني بطولة كأس الخليج وبعدها مباشرة بطولة كأس العالم للأندية، أثبتت مدى الاستعداد والجاهزية الكبيرة لقطر وأيضا مدى العمل الكبير اللي قامت فيه اللجنة العليا للمشاريع والأرث في الفترة الماضية. نعم، أنت لما تنظم بطولتين الفارق بينهم لا يزيد عن يومين أو ثلاث أيام بهذا الحجم، بطولة إقليمية كبيرة فيها كل دول الخليج، ثم بطولة كأس العالم أفضل أبطال القارات الستة، أعتقد أن ده ليس بالأمر السهل، ويمكن ده كان تحدي كبير جدا لقدرات القطرية والتنظيم القطري وأيضا اللجنة العليا للمشاريع والإرث. لكن الحمد لله كالعادة دائما تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة في قطر يظهر بأفضل صورة ويخرج بأفضل صورة، فأعتقد أن ده نجاح كبير جدا للدولة وللجنة العليا. محمد، أنت يعني تستشعر صعوبة الوضع، يعني احنا عشان ننظم بطولة لازم قبلها على الأقل أسبوعين ثلاثة نعرف شو الترتيبات، شو كيف الأمور، فما بالك احنا مشغولين في بطولة وبعدها بيومين مباشرة البطولة الثانية. نعم، والظرف اللي صار من 5 منتخبات في بطولة كأس الخليج إلى 8 منتخبات، هذه موضوع التذاكر وكيف كان التعامل، الجمهور، التوزيعات، الملاعب، كلها أشياء يعني أثبتت فعلا بأن حتى في ظل الظروف الطارئة في تعامل وفي خطط بديلة موضوعة، ونجحوا سواء بطولة كأس الخليج وبعدها في بطولة كأس العالم للأندية. البلان بي دايما موجود في قطر، واعتقد ان ازمه الحصار لما حصلت كل الناس قال لك المنشآت والدنيا هتقف والامور هتتعثر، لكن بفضل الخطه او البلان بي نجحت اللجنه العليا ونجحت قطر انها تتجاوز كل الازمات وتستمر في عملها والخطه والموضوعه والاستراتيجيه. يمكن الشيء الكويس دايما في قطر ان التخطيط لا يكون ليوم او 2 أو سنة أو 3، لا ده الناس بتتكلم من 2010 لرؤية 2030، يعني بعدها بعشرين سنة. فأعتقد أن التنظيم في هذه البطولة ليس بشهادتنا، لأن شهادتنا أكيد هتكون مجروحة كأننا بننتمي لقطر أو بنعمل في دولة قطر، ولكن بشهادة الجميع. الحقيقة احنا نتكلم عن ما لمسناه حقيقة من 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 الجماهير اللي موجودة، ومن كمان الإعلاميين أبو مشاري. أيوة، احنا نقول أن مثلا أن أحيانا جمهورنا العربي أو الخليجي تأخذ العاطفة في عدة أمور وممكن يقف في صف قطر وبجانب قطر من خلال بطولة كأس الخليج. اليوم الأوروبيين جايين، الأمريكان موجودين، الجماهير فلامينغو ما شاء الله كانت حاضرة بشكل كبير، ما تلمسه من ردود أفعال من هذول الناس اللي جايين لا يعرفونك ولا شيء ولا راح يجاملونك أصلا في مثل هذه المواضيع، وأنت تعرف مدى يعني الأمور اللي كانت قبل خلال السنوات الماضية حاولت تشويه سمعة الملف الخاص باستضافة كأس العالم. اليوم ردود الأفعال هي اللي أثبتت فعلا بأن قطر تسير في الطريق الصحيح. نعم، تسلج الصدر الصراحة، واللي كان بيتكلم واللي كان بينتقد كان جاي وشاف على أرض الواقع، وأعتقد أن دي كانت رسالة ورد مهم جدا. يمكن الشيء الكويس كمان أن الشغل أو في العمل اللي موجود أن الناس بترحب بالانتقادات، بتسمع ان في سلبيات موجوده بتاخدها بعين الاعتبار. يمكن مثلا كان في الدور الاول كان في شويه الجماهير طوابير كتير وكده، مباراه الدور النصف النهائي الانسيابيه كانت موجوده، صحيح. فالناس بتتعلم من الخطا والناس منفتحه على الانتقادات وبترحب وبتاخد الانتقادات بصدر رحب وبايجابيه للتطوير والتحسن. اعتقد دلوقتي زي ما قلت لك ابو مشاري، انت كنت موجود وحاضر في كل المباريات، الدنيا سلسه، الدنيا بسيطه، وتشعر كان كاس العالم شغاله دلوقتي، مش كاس عالم الانديه، ده كاس العالم للكبار. في اثناء البطوله ناس كان عندها قلق، يعني كيف قطر تستضيف 3 مليون نسمه تقريبا في ظرف شهر. محمد، تجربة يعني ما تعيشها في الدول العربية، دائما احنا في أوروبا تاخذ قطار تنزل قبل الملعب تقريبا ب10 دقائق مشي لين ما تروح الملعب. هذه ما كانت موجودة في بطولة كأس العالم للأندية وحتى في بطولة كأس الخليج، سواء في محطة الوكرة أو المحطة القريبة من استاد خليفة، بعيد عن الزحمة، بعيد عن كل شيء. أنا من هنا من كتارة ومحطة القصار تركب القطار إلى القرب من ملعب استاد خليفة، ومن المحطة إلى الملعب
تقريبا 10 دقائق مشي. هذه من التجارب اللي يعني ما نعيشها احنا في دولنا الخليجية او الدول العربية، ولكن كل الجماهير اللي جاءت عاشت هذه التجربة وشافتها واثبتت فعلا بان ان شاء الله ما راح تكون في مشاكل حتى على مستوى استضافة الحدث الكبير في عام 2022. لا يكون مونديال عربي بنكهة عالمية بإذن الله. إن شاء الله. محمد احنا سعيدين جدا باستضافتك. أنا سعيد. وصلنا إلى ختام البرنامج ونوجه لك التحية والتقدير، شكرا على قدومك تلبيتك للدعوة، شكر موصول أيضا للزميل خالد الحدي اللي كان في التنسيق معك. أشكرك اليوم حضرت وكنت ضيف للأمانة مميز وأثريتنا بتواجدك. أشكرك جدا أبو مشاري وشاكر على الدعوة الكريمة وجود، وسعيد أن أنا أكون موجود معاك. أنت من الناس الإعلاميين المميزين ودايما صاحب فكر وصاحب رأي، وزي ما قلت لك أنت كمعلق من الناس اللي بنحبها كتير وصوتها بيطربنا. وطبعا لا موضوع التفاؤل ده، انا لما انت بتعلق لابو صلاح بعرف ان شاء الله هجيب جون او ليفربول هيكسب. فكل التحيه ليك ابو مشاري ولفريق الاعداد وللزميل خالد الحدي والدكتور محمد السعد المميز دايما وصاحب القدرات الرهيبه الحقيقه في السوشيال ميديا وفي المجال الاعلامي، وايضا لزميلنا العزيز دواس العجمي. شكرا ليك وكل وشكرا للمستمعين، كانت حلقه مميزه واضافت لي الكثير. شكرا ليكم. شكرا للزميل محمد الجزار على حضوره، شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان. احنا كما نوهنا سنعود بحول الله مع بدايه العام بحله جديده تخدم دائما وابدا المستمع. مزاجي اف ام، خلكم معانا ودائما خلي مزاجك كوره، ودائما احنا نبحث عن رضا المستمع. الحلقه الاسبوع القادم ما راح تكون موجوده الاثنين القادم، راح بسبب توقف معظم الدوريات الاوروبيه والسبب ايضا توقف بطوله الدوري محليا. سنعود بحول الله في اول اثنين من العام الجديد 2020. كل عام وانتم بخير، ونلتقي بحول الله مع بدايه العام الى ان يتجدد الموعد. دمتم بحفظ الله ورعايته. التحيه والشكر والتقدير لمخرج البرنامج تواس العجمي، معدل البرنامج خالد الحدي، وتقبلوا تحياتي اخوكم خليل البلوشي. الى اللقاء.